طبعا إحنا لسه في شهر مارس الشهر اللي بتحتفل بيه الدنيا كلها بالمرأة وبتقدرها الشهر اللي بنقول فيه شكرا لكل أم على تعبك وعلى عطائك وعلى كل حاجة بتقدميها في الحياة أنا النهاردة الحقيقة من خلال برنامجنا عاوزة أقول لكل أم في كل سنة وأنتي طيبة كل سنة وأنتي سند لبيتك ولولادك ولنفسك قبل أي حد